محاضرة، ونعتبرها أنها ما هي محاضرة، ولكن خلينا نقول إلقاء الضوء على أساسيات التعامل مع تقرير التقييم العقاري. طبعا حاب في البداية أشكر جميع الحضور، وأتمنى إن شاء الله أني أنا أقدم المفيد من خلال هذه المحاضرة، أو خلينا نقول نسميها ورشة عمل. فبالتالي يلقى الضوء على أساسيات التعامل مع تقرير التقييم العقاري زي ما ذكرت. طبعا أنا حاب أعرف نفسي بشكل سريع، أخوكم محمد بن علي البر، أنا مقيم ومدرب زميل في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، ومدرب كذلك في المؤسسة، معتمد من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، والرئيس التنفيذي لشركة واحد الرأي للتقييم العقاري، وكذلك مركز القرار الذكي للتدريب المتخصص في الدورات والندوات الخاصة بالعقار إجمالا، وحاليا في التقييم العقاري. طبعا الموضوع كبير، يعني قضية تقرير التقييم العقاري، لأنه يحمل عدة نواحي، يحمل نواحي مهنية، يحمل نواحي قانونية، يحمل نواحي كذلك تشريعية، ويحمل كذلك نتيجة نهائية وهي القيمة المصدرة من خلال تقرير التقييم. هنستعرض مع بعض محتويات التقرير من عدة نواحي. طبعا دائما هذه الكلمه انا احب اني ابدا فيها، تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب في اي مجال من المجالات سيكون له اثر ملموس في تطوير ذلك المجال والممارسين له والمهتمين به، حيث سيكون له بعد استراتيجي في تطوير نحو المسار الصحيح في مجال التقييم العقاري في المملكه العربيه السعوديه. تم تحقيق خطوات متميزه في تنظيم المجال وتقييم من قبل الهيئه السعوديه للمقيمين المعتمدين، وإكمالا لما تقوم به الهيئة مشكورة من دورات تأهيلية للرقي بمستوى التقييم في المملكة، جاءت هذه المحاضرة والدورة لتلقي الضوء على مهنة التقييم العقاري في المملكة العربية السعودية، كونها مهنة تحمل مستقبل واعد بحول الله تعالى. أنا حاب أدخل على تقرير التقييم مباشرة، وهو مستند قانوني. طبعا يعتبر التقييم العقاري من المهن القديمة من حيث الممارسة، والجديدة من حيث التنظيم. أنا أقصد من حيث الممارسة، مهنة التقييم ورثت يعني في المملكة العربية السعودية منذ عقود، يعني من 50 سنة أو 60 سنة في قضية التقييم، بشكل يعني على حسب الاحتياج اللي كان وضع السوق موجود عليه في ذلك الوقت. ثم بعد ذلك تطورت يعني للمكاتب العقارية، ثم بعد ذلك الشركات دخلت، بعد شركات أجنبية كانت موجودة داخل المملكة ومارست مهنة التقييم. أما بالنسبة للتقييم كمهنة فهو بدأ في عام 1433 لما أسست الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. لذلك أنا ذكرت أنه قديم من حيث الممارسة والجديد من حيث التنظيم من قبل الهيئة، حيث مارس التقييم من قبل المهتمين بالعقار منذ عقود في المملكة، ووجد في السوق العقاري خبرات لا يمكن الاستغناء عنها لما مرت به من تجارب في السوق العقاري في المملكة. ومع تقدم الوقت ودخول المملكة العربية السعودية الأسواق العالمية بشكل كبير في عدة قطاعات، اتخذت المملكة العديد من الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي تضمن التوافق مع متطلبات السوق العالمي، وترفع من مستوى المخرجات المهنية وفق المعايير العالمية في كل مهنة. بناء عليه تم التعامل مع جميع العاملين في مجال التقييم عموماً ومجال التقييم العقاري على وجه الخصوص بما يتوافق مع الخبرات والتشريعات المنظمة لها، من خلال ما تم إصداره في اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين. إذن قضية تنظيم أو تقنين أو تشريع مهنة التقييم العقاري جاءت طبعا كمبادرة من المملكة العربية السعودية في تنظيم هذه المهنة وتنظيم مخرجاتها، وبالتالي كذلك يعني كانت من ضمن الأشياء أو الروافد الداعمة في الموضوع كذلك، اللي هي قضية التنظيم العالمي في مسألة التقييم العقاري، وجود مجلس عالمي للمعايير انضمت إليه المملكة العربية السعودية من خلال هيئة التقييم، وأصبحت عضو في مجلس المعايير العالمي. وبالتالي قضية التقرير التقييم يجب أن يكون موحد من حيث المعايير ومن حيث التعامل معه، سواء أصدر التقرير من المملكة العربية السعودية، أصدر التقرير من أي دولة كانت في الخليج أو خارج الخليج، في أوروبا، في أمريكا، أيا كانت الدولة المصدرة أو المقيم التابع لأي منظمة أو هيئة، بالتالي لابد أنه غالباً يتبع هذه المعايير، أو هو
في الحقيقة مو غالباً، بل مجبر أن يتبع المعايير. في حالة مخالفته للمعايير هذه لابد أن ينص صراحةً على عدم اتباع تقريره لمعايير التقييم الدولي، تمام؟ فهذه كلها من الأشياء اللي قننتها الهيئة، وأصبح للعاملين في مجال التقييم ومستخدمين تقرير التقييم العقاري مرجعية في الموضوع، وهي الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. من هذا المنطلق تم صدور الأمر السام الكريم بتأسيس الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في عام 1433، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم حققت الهيئة إنجازات محلية وعالمية، كان من أثرها أن تكون من أكثر الهيئات تنظيماً وتأثيراً على السوق المحلي والخليجي في مجال التقييم عموماً، وعلى الأخص في مجال التقييم العقاري. وهذه حقيقة ما هي مجاملة للهيئة، لكن اللي فعلاً يعني مطلع على السوق التقييم، تعتبر المملكة العربية السعودية من أوائل الدول على مستوى العالم العربي اللي وضعت هيئة متخصصة ومتكاملة في مجال عملية التقييم، سواء التقييم العقاري، تقييم الآلات والمعدات، تقييم حوادث المركبات، تقييم المنشآت الاقتصادية، والفرع الجديد اللي ستطلق الهيئة قريباً هو تقييم المجوهرات والأحجار الثمينة. فبالتالي فعلا وضعت لها هيئه ومرجعيه. لما تيجي تنظر على بقيه الدول ما في هيئه متخصصه في قضيه متابعه المقيمين وتاهيلهم ومراقبه السوق الى اخره. فبالتالي فعلا يعني وانضمام المملكه او انضمام الهيئه السعوديه هيئه التقييم السعوديه الى مجلس المعايير العالمي، والاتفاقيه الاخيره اللي وقعت مع مجلس اللي هي منظمه الريكس اللي هي المعهد الملكي للمساحين البريطاني، فبالتالي هذه أضاف شيء كبير سواء للتقييم في المملكة أو للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية. ومستويات العمل المختلفة التي يمر بها المنتج النهائي، وأنا أعني الكلمة هذه قضية المنتج النهائي، هي نهاية رحلة التقييم بالنسبة للمقيم لأي أصل من الأصول يقوم بتقييمه. واجهة المقيم وما يعرف به المقيم هو التقرير العقاري. أنا ما يعني لا يمكن إنه في مقيم أو الهيئة إنها تعرف الأشخاص يعني بعينهم وتتعامل مع كل شخص، يعني ممكن إنها أعطت الدورات، أهلت، أصدرت التراخيص إلى آخره، ولكن المرجع والفيصل بالنسبة للهيئة وبالنسبة للسوق وبالنسبة للوسط العقاري هو تقرير التقييم اللي يعتبر واجهة المقيم من عدة نواحي. واجهة المقيم من الناحية المهنية، واجهة المقيم من الناحية التنظيمية والتشريعية باتباعه لمعايير التقييم الصادرة من الهيئة والموافق عليها من مجلس المعايير العالمي، واجهة في اتخاذ القرار لطالب التقييم، تمام؟ وكذلك يتحمل المقيم التبعات القانونية المترتبة على إصداره لرأيه في القيمة من خلال التقرير. إذن التقرير العقاري يعتبر يعني مستند قانوني ومهم يمكن الرجوع فيه على المقيم. لذلك في منهج 101 مثلا انه العقوبات اللي تتعلق باصدار تقرير مخالف للمعايير او تقرير مخالف للانظمه، ومن خلال يعني تتبع ما يحدث في السوق والقرارات اللي اصدرتها الهيئه، تمت يعني من خلال الرقابه المهنيه ومن خلال المتابعه ومن خلال القضايا المرفوعه تطبيق بعض العقوبات على بعض المخالفين لأنظمة الهيئة في مجال التقييم العقاري تحديدا. يعني يعتبر التقييم العقاري في الهيئة من أكثر، خلينا نقول من أكثر الأقسام يعني نشاطا ونضوج في 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 مجال التقييم في المملكة العربية السعودية. سيتم بإذن الله التطرق إلى هذه النقاط، أقصد الأربعة من ناحية المهنية والناحية التنظيمية والتشريعية واتخاذ القرار والقانونية من خلال العرض المقدم. لذلك فإن عملية التقييم أمانة عظيمة فعلاً، يعني أمانة في عنق المقيم قبل أن تكون مهنية، قبل أن تكون أنها مراقبة من الهيئة ومن الجهات المختصة في الدولة، قبل أن تكون أنه إصدار الرأي إلى آخره، فهي أمانة في 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 عنق المقيم، لأنه تبنى عليها قرارات زي ما ذكر، ارتباطها باتخاذ قرارات مهمة أياً كان متخذ القرار، سواء كانت جهة حكومية أو جهة خاصة أو فرد، لأنها تتعلق بأنواع متعددة من الأصول ذات القيمة. أي أصل من الأصول ذات الأصول العقارية ما هو بسيط في قيمته، تمام؟ وبالتالي إذا كان القرار المتخذ مثلاً توزيع إرث، إذا كان القرار المتخذ نزع ملكية، إذا كان القرار المتخذ تمويل من قبل أحد الجهات التمويلية، إذا كان القرار المتخذ
بيع أو شراء أو دخول في شراكات أو فض شراكات أو نزاع قضائي. فبالتالي أحيانا تندب المحكمة اللي هم أصحاب الخبرة يسموهم، وبالتالي يعتبر رأي المقيم مساند لرأي القاضي في اتخاذ القرار. بل أنه في بعض الدول مثل بريطانيا مثلا يعتبر التقرير العقاري ورأي المقيم فيصل في الموضوع ويبنى عليه القرار، يعني يعتبر المقيم في النهاية قاضي. فلذلك لابد الواحد أنه يتخذ أول شيء يعني مخافة الله عز وجل في التقرير اللي هو بيصدره، في القيمة اللي هو بيصدرها، ويكون متأكد منها، مع أنه القيمة اللي بتصدر في نهاية الموضوع هي رأي، ولكن رأي مبني على معايير وبحث واستنباط وعناية في اتخاذ القرار حيال هذه القيمة. يمكن المثلث هذا أو الشكل اللي أمامكم اختصر موضوع رحلة التقييم والوصول إلى القيمة بشكل يعني نقول إن شاء الله أنه استوفى جميع الأركان. التقييم المسؤول عنه الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين كمشرع ومنظم ومراقب للسوق ومطور للمهنة، تمام؟ وبالتالي حتى الهيئة من ناحية تطوير المهنة الآن يعني في صدد إصدار قرار أنه التعليم المهني المستمر بالنسبة للمقيم. لا يمكن للمقيم أنه يقف على يعني حدود معينة في قضية التعلم، في قضية يعني صقل المهارات الموجودة لديه، لأنه التقييم هو علم وفن وخبرة زي ما هو في المثلث على اليسار اللي هو المقيم. فلذلك المقيم لابد أن يعني يتمتع بالعلم والفن والخبرة. العلم من خلال الدورات اللي تعطيها الهيئة مشكورة، ومن خلال يعني الندوات اللي بتصير، ومن خلال خلينا نقول المؤتمرات العالمية أو المحلية في مجال التقييم العقاري، أيا كان مصدر هذه المؤتمرات، سواء كانت مجلس المعايير العالمي أو منظمة الريكس أو الأبريزل إنستيتوت في أمريكا أو في سنغافورة أو في المملكة العربية السعودية أو في أي جهة كانت، في كثير من المحاضرات وكثير من النقاشات اللي تتم. ولا أدل على الموضوع خلال عام 2000 نهاية عام 2019 وعام 2020 لما مرينا كلنا بجائحة كورونا، تمام؟ كانت في مشكلة كبيرة في قضية التقييم، لذلك اضطر مجلس المعايير العالمي لإصدار ورقة أنه كيفية التقييم في ظل عدم اليقين. أنت ما أنت متيقن لأنك ما طلعت على العقار، ما شفت العقار، عندك شك حول العقار، هذا من ناحية موقع العقار أو الناحية خلينا نقول المادية حقت العقار. لكن في نواحي أخرى أحيانا يعني نقص المعلومات اللي موجودة، التذبذب اللي حاصل في السوق اليوم، تأثير كوفيد في عام 19-20 اليوم على التقييم في 21 هل له تأثير؟ فأصدر مجلس المعايير العالمي هذه الورقة، ومشكورة الهيئة صدرت كذلك ترجمة لهذه الورقة. فبالتالي المقيم لابد أن يأخذ مثل هذا النوع من التعليمات أو هذا النوع من الإرشادات أو هذا النوع من تحديد وضع السوق لوضعه في الحسبان في قضية إصدار التقرير. لذلك المقيم العلم من خلال الهيئة زي ما ذكرت، الفن طبعاً هو يعني المهارات اللي يتمتع فيها المقيم، وكل ما كان المقيم صقل مهاراته بالشكل الصحيح يعني كلنا إلى اليوم بنتعلم. لا يمكن أن يصل الإنسان إلى مرحلة يقول إني أنا اكتفيت في قضية التقييم، كل يوم بيصدر شيء جديد، بيصدر تشريع جديد، بتصدر بعض الملاحظات على بعض المعايير، بعض طرق جديدة في التقييم، عقارات جديدة يمكن ظهرت موجودة الآن من ناحية الاستخدام أو من ناحية المواصفات أو من ناحية زي مثلا المباني الخضراء اليوم، وكيفية تقييم المباني الخضراء مقارنة مثلا بالمباني العادية، إيش الفرق في عملية التقييم، وهل يتقبل السوق هذا التقييم يعني إذا ارتفعت قيمة العقار؟ أمور كثيرة يعني تستجد في عملية التقييم، وبالتالي يعني مطلوب من المقيم حتى أنه يميز نفسه في مجال التقييم أنه يتابع مثل هذه الأحداث أو مثل هذه التطورات بشكل مستمر. طبعاً الخبرة تراكمية تجي بالسنين، فبالتالي تظهر خبرة المقيم وفنه وعلمه من خلال التقرير المقدم. لذلك مرة ثانية أقول أنه التقرير هو واجهة المقيم. طبعاً السوق يمدك بقضية العقار اللي أنت بتقيمه، والعملاء أيًا كانت العملاء، سواء كانت جهة حكومية أو جهة خاصة داخل المملكة خارج المملكة، أيًا كان العميل اللي طالب التقرير، والتحليل للسوق اللي لابد أنه ينعكس كذلك في قضية التقرير. قضية التقرير مهمة جدا،
القضية ما هي قضية رقم أو إصدار رقم أو أسلوب أو طريقة في التقييم. تمام؟ هذه تعتبر المعايير في قضية اتباع الناحية المهنية في إصدار التقرير. ولكن تبقى قضية التحليل مهمة جدا للمقيم من ناحية معرفته بالسوق اللي يقيم فيه العقار، هل لديه خبرة ومعرفة في قضية في السوق اللي هو يقيم فيه أو لا. لذلك من ضمن المعايير ومن ضمن المنهج 101، إذا لم يستطع المقيم أنه يقيم هذا العقار بسبب قلة خبرته في السوق وليست قلة خبرته المهنية، المهنية قد يكون من يعني من أفضل الناس في عملية التقييم، ولكن تنقص الخبرة في السوق وعوامل محددة لهذا العقار تحديدا أو للسوق اللي يقيم فيه، فبالتالي لابد من الاستعانة بأشخاص محليين في قضية التقييم. لذلك تجد الفروقات مثلا في قضايا تقييم العقارات والرهون العقارية للبنوك، إذا كانت في منطقة نائية أو منطقة ما عليها تداول بشكل كبير، تمام؟ في شمال المملكة أو في جنوب المملكة أو في وسط المملكة بعض المناطق ما فيها تناقلات، فبالتالي لابد أن المقيم يرجع إلى خبير في المنطقة أو المعاين اللي استعان فيه في المنطقة، تمام؟ وأحيانا ما تحصل معلومات في وزارة العدل أو ما في معلومات في بعض المواقع اللي تمدك ببعض البيانات أو التقارير، فبالتالي لابد من الاستعانة بالشخص، ولا بد أن يذكرها المقيم في تقريره أنه استعان بشخص خبير في الموضوع، وبناء على هذه المشورة من هذا الرجل أو من الجهة أيا كانت أنه تم إصدار القيمة، مع تحمل المقيم المسؤولية كاملة عن القيمة المصدرة لأنه هو اللي مسؤول عنها في النهاية. حتى لو استعان بخبراء يذكر في التقرير أنه استعان بخبير، تمام، ولكن لابد كذلك للمقيم أن يستعين بالخبير اللي عنده مصداقية، اللي عنده فعلاً مهنية في قضية التقييم. المثلث الأخير الأعلى وهو اللي الكثير من الجهات تطالع فيه أو تهتم فيه، وهو قضية إصدار القيمة. لذلك التقرير يحتوي على المعايير المصدرة من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، المعتمدة أصلاً من مجلس المعايير العالمي، ولا بد التقرير يتمتع بالمهنية وكذلك الهوية. الهوية التقرير أنا أقصد فيها إنه لكل مقيم أو لكل منشأة تقييم هوية في قضية إصدار التقرير، من ناحية الإخراج ومن ناحية إبراز المعلومات ومن ناحية كيفية سرد المعلومات بحيث أنها تكون سهلة على القارئ، تمام، ولا ترتيب المعلومات، الأقسام الخاصة بالتقرير، كيفية إصدارها، كل الأمور هذه من الأهمية بمكان. هذه اللوحة هي رقم 4، هي يعني تقريبا تجمع مجال التقييم بشكل كبير من ناحية التشريع ومن ناحية التنظيم ومن ناحية المهنية ومن ناحية المنتج النهائي اللي هو التقرير اللي احنا قاعدين نتكلم عليه اليوم. أرجو أن يكون الصوت واضح، إذا كان الصوت مو واضح يا جماعة يا ليت تراسلوني على الخاص. طيب، التقييم وهو جزء طبعاً أو العملية التي تتم في التقرير هو تقدير القيمة لأصل محدد وغرض محدد وتاريخ محدد. لذلك لابد في التقرير أنك توضح، أو إذا كنت منت مقيم، وهي الحقيقة الندوة هذه والمحاضرة هذه موجهة لغير المقيمين، أنا كيف أتعامل مع المقيم؟ كيف لما يوصلني التقرير أبدأ أتناقش مع المقيم أنه أدى العمل كما يجب وفق المعايير؟ وبالتالي أنا يعني التقرير اللي يصدر لابد أنه يكون لأصل محدد أو مجموعة أصول لابد أنها تذكر في التقرير، أنه تم تقييم الأصل الفلاني الواقع في المكان الفلاني بإحداثياته بصوره بكل ما يتعلق بالتقرير، لأنه هذا التقرير ممكن يروح إلى جهة أخرى، ممكن يروح لجهة رقابية ويروح للهيئة تراجعه أو يروح لمقيم آخر المراجعة إلى آخرين. فبالتالي أنت كمقيم وكقارئ للتقرير لابد أنه يحتوي تفاصيل الأصل محل التقييم لغرض محدد. التقرير لا يحتمل أنه يأخذ أكثر من غرض، وإذا وجد أكثر من غرض فلابد أنه يكون في تقريرين للموضوع. نفس الأصل تقيمه لأغراض مثلا محاسبية اللي هو الآيفارس بغرض الإفصاح في القوائم المالية، يختلف عن الغرض البيع أو الرهن أو التأمين، تمام، أو الاستثمار، وهذه احنا نسميها أساس القيم. لذلك لابد أن يكون واضح كذلك في التقرير إيش الغرض من التقييم. في تاريخ محدد طبعا، وهذا يحمل المقيم
ويعطي التقرير مهنيا، أنا قيمت في التاريخ الفلاني، فبالتالي تقييمي للتاريخ الفلاني أو أصدرت القيمة في التاريخ الفلاني، تمام، واللي يختلف طبعا عن تاريخ إصدار التقرير، وهذا حنشوفه في النموذج الخاص بالتقرير إن شاء الله، أنه في ظل الأوضاع اللي أنا قيمت فيها وأصدرت القيمة كان قيمة العقار كذا. قد بعد إصدار تاريخ القيمة، تمام، أنه أو تاريخ التقييم، أنه تختلف الأوضاع، يصدر قانون جديد، تتغير المعالم الشارع اللي أنت قيمت فيه، العقار يمكن ينهار، يمكن العقار يصير فيه أي تغير جوهري من الداخل أو من الخارج، بالتالي أنت حميت نفسك كمقيم، ولا بد أن يعرف طالب التقرير أنه طلب من المقيم في التاريخ الفلاني هذا التقرير، وبالتالي إذا اختلفت العوامل ستختلف القيمة، ولا بد من إصدار تحديث للتقييم، تمام، ويعني إصدار قيمة جديدة. بعض الإخوان يتكلم يقول إنه تاريخ أو التقييم له وقت، إنه يعني هذا التقييم ساري لمدة 3 شهور. قد تختلف يعني صح من إصدار القيمة، ما تختلف القيمة، ولكن لابد إنك تكون متحوط في الموضوع، وإنك تضع إنه في حالة تغير القوانين، في حالة تغير النواحي المادية أو المحيط بالعقار، بالتالي ستختلف القيمة. هناك فرق كذلك ما بين للإخوان القارئين التقرير من غير المقيمين، هناك فرق ما بين التقييم والتثمين. التقييم هو عبارة عن رأي، ولكن زي ما ذكرنا إنه رأي مبني على أساس، رأي مبني على معايير، رأي مبني على دراسة، رأي مبني على بحث واستقصاء، تمام، رأي مبني على معادلات رياضية، فبذلك يعني شغلات كثيرة في عملية التقييم لابد أنها تكون موجودة. وهي فرق ما بين التقييم بكونه رأي للمقيم، لذلك تختلف يعني رأي القيمة من مقيم الآخر. لذلك أنا أقول للإخوان قارئين التقييم أو يعني طالبين التقييم من غير المقيمين، لما ترسل طلب التقييم لمقيمين مختلفين، قد تصدر قيمة من هنا وقد تصدر قيمة مختلفة من هنا، قد يكون الفرق ما بين القيمتين 5% 3% مقبولة، لكن لما يكون الفرق ما بين التقييمين 50%، في شيء يعني يمكن أنت أعطيته للمقيم ألف ما أعطيته للمقيم باء، في فرضيات حطها المقيم ألف ما حطها المقيم باء، فبالتالي ما هو يعني أنك تصدر حكمك كقارئ للتقرير أنه واحد منهم خطأ، يمكن الاثنين كلهم يكونوا صح، القيمتين اللي أصدروها صح، لكن بسبب فرضيات القيمة، بسبب أساس التقييم، بسبب المعطيات اللي من قبلك أنت كطالب تقييم، تمام ولا لا؟ احيانا الخبره لها دور، احيانا امور كثيره، يعني في امور متعلقه بالسوق، في امور متعلقه بطالب التقييم، في امور متعلقه بالمقيم، تمام، في امور متعلقه بالمعايير، 4 اشياء، وبالتالي تختلف القيمه هنا. ومو معناه انه زي ما ذكرت انه القيمه غلط، القيمه قد تكون صحيحه من خلال المقيم بسبب الاختلاف في المدخلات وفرضيات التقييم. التثمين هو السعر، السعر اللي يوضع على السلعه ايا كانت عقار او غير عقار، وبالتالي هذا تتحول القيمة إلى سعر في حال كون أن عرض مالك السلعة أو طالب التقرير التقييم أنه عرضها بالقيمة الفلانية في السوق، تمام، تتحول إلى سعر، وبالتالي يمكن شراءها من قبل المهتمين في السوق. لذلك في فرق ما بين التثمين والتقييم، المقيم يصدر قيمة وليس ثمن، وهي عبارة عن رأي. طيب، هذه دورة تحول القيمة إلى 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 السعر والتكلفة. رقم واحد إنه العقار تم الطلب من جهة ما تقييم العقار، أي واحد من الحاضرين الكرام طلب إنه يتقيم عقاره، تمام، بالتالي إذا تقيم، إذا راح عند المقيم قبل المقيم المهمة وقام بعملية التقييم طبعا وفق المعايير اللي هو معيار 101 اللي هو نطاق العمل، إنه اتفق على نوعية العقار المقيم، لابد إنه يصدر في التقرير والأمور هذه كلها، والمدة التقييم وأتعاب التقييم وعملة التقييم، في تقريبا 16 أو 14 عنصر في عملية نطاق العمل، إضافة إلى 6 عناصر أخرى تصدر زيادة في عملية التقييم، إذن في 20 عنصر في التقييم وراح نشوفها. وبالتالي أصدر القيمة، قبلت الجهة التقييم اللي هي طالبة التقييم، وبالتالي تحول القيمة الآن إلى سعر بما أنها عرضت في السوق، صارت عملية الشراء من قبل أي مهتم في السوق، ليس يعني من قبل مالك العقار، جاء واحد واشترى العقار، وبالتالي تحول السعر إلى تكلفة بالنسبة للمشتري، تمام؟
ولكن بالنسبة للبائع يعتبر سعر، بالنسبة لمن اشترى العقار يعتبر تكلفة، بالنسبة للمقيم تعتبر قيمة. قد تكون السعر أو التكلفة فوق القيمة المقدرة من قبل المقيم، أقل من القيمة المقدرة من قبل المقيم، هذا راجع إلى مالك السلعة. لذلك في فرق أن المقيم يصدر قيمة، ولكن من يضع السعر النهائي ليس المقيم ولكن مالك العقار نفسه، أي كانت الجهة مالكة العقار. زي ما ذكرت، المقيم العقاري يجمع بين الخبرة العقارية والتأهيل العلمي المبني على المعايير، وكذلك العلم والفن والخبرة. هذا احنا نسميها مثلث التقييم، أو الثلاثة عناصر اللي لابد أن يتمتع فيها المقيم. أبرز الجهات التي تتعامل مع المقيمين، يمكن من ضمن الحضور جهات حكومية، يمكن من ضمن الحضور جهات خاصة، يعني شركات خاصة، بنوك تمويلية، أفراد، أيا كان. فلذلك يعني معظم الطالبين لخدمة التقييم اللي هي الحكومية وشبه الحكومية، الشركات التابعة للحكومة، الأفراد، القطاع الخاص المحلي، والشركات والبنوك وشركات المراجعة. حتى شركات المراجعة تطلب التقييم، لأنه شركات المراجعة مثلاً ما أحد الأسواق الكبيرة في عملية التقييم، لأنها تطلب التقييم بغرض الإفصاح في القوائم المالية. وكذلك القطاع الخاص الخارجي، أقصد يعني مقيمين أو طالبين تقييم أو مستثمرين من خارج المملكة. أحياناً تكون بعض الشركات مالكة لبعض الأصول داخل المملكة العربية السعودية، وبالتالي تطلب التقييم اللي عكسها في قوائمها المالية، أو للبيع أو للشراء أو للرهن، أياً كان الغرض من التقييم. أبرز أغراض التقييم، وهذا اللي يظهر أو الغرض من التقييم تمام ولا لا، ويظهر في تقرير التقييم، الاندماج والاستحواذ ما بين الشركات أو ما بين الشركاء أو ما بين الأخوان، أو يعني التركات إلى آخره، البيع والشراء، وهذه معظم الأشياء أو معظم التقييم اللي يتم عليه، التقارير المالية العكسة في القوائم المالية، النزاعات القضائية، الطلبات اللي تجي من المحكمة لفض النزاعات أو رأي الخبير بالنسبة للقاضي تمام. وهنا ينتهي دور المقيم مثلا في المحاكم السعودية بتسليم رأيه من خلال التقرير إلى القاضي. إصدار الحكم ليس على المقيم، إصدار الحكم على الجهة المعنية بإصدار الحكم، وهي الجهات المختصة في القضاء. الإرث وتوزيع التركات، سواء عن طريق محامي، سواء عن طريق المحكمة الشرعية تمام ولا لا، أيا كان، أو سواء ما بين الأخوان نفسهم ما في أي نزاع أو خلاف داخلي ما بين الورثة، وبالتالي هم فقط يبغى يعرفوا كم قيمة العقارات للتوزيع بالشكل الشرعي بينهم، وهذه كثير تمر علينا في قضية إيش التقييم. التصفية عن طريق مثلا اليوم مركز إنفاق تمام، أو لجنة المساهمات العقارية تمام، أو لجنة التصفية المساهمات العقارية التابعة للهيئة العامة للعقار اليوم، أو عن طريق إنفاق التابع لوزارة العدل تمام. التصفية، التصفية طبعا أنواع، اللي هو التصفية المنظمة والتصفية الجبرية تمام ولا لا، انه يعني على حسب مدة التصفية. فانا قالت لك المحكمة بكرة ببيع تمام، او خلال اسبوع، ما في فترة تسويق مناسبة، لذلك القيمة اللي بيصدرها التقرير هو اقل من القيمة السوقية، لانها المطلب في الموضوع انها تنباع باسرع وقت ممكن. لكن اذا كان في وقت لعملية التسويق فتصدر نوع ثاني من انواع القيمة. لذلك نقول انه بناء على الغرض من التقييم اللي يعكس في التقرير او يذكر في التقرير، تصدر القيمة اللي ممكن تختلف بناء على هذا الغرض. الرهن العقاري هو اليوم اللي موجود، واكثر التقييمات اللي موجوده في السوق اليوم بغرض الرهن العقاري تمام ولا لا، عن طريق صندوق التنميه العقاري وعن طريق البنوك المحليه في قضيه الرهن وتمويل المسكن وانضمام مستثمرين الى اخره. وقد تاتي انواع اخرى من اغراض التقييم، لكن هذه انا حبيت اسلط الضوء على ابرز اغراض التقييم. المراحل الاساسيه لتنفيذ عمليه التقييم مهمه جدا لمعرفه محتويات تقرير التقييم. طلب العميل، هذا مهم جدا. العميل يطلب تقييم العقارات الفلانية، عنده 10 عقارات، 100 عقار، 1000 عقار، أيا كانت جهة حكومية أو جهة خاصة، وبالتالي لابد أن يرسل لك قضية يعني أنتم كطالبين لقضية التقييم. أنت لما تتعامل مع المقيم، وأنا زي ما قلت في المحاضرة هذه أنا أتكلم مع الناس اللي تتعامل مع المقيمين في وسط التقييم، لذلك مهم لهم أنه لما ترسل للمقيم ترسل له شيء واضح، انه انا بقيم العقارات الفلانيه، مواقعها في المكان الفلاني، سقوكها هذه هي، اذا كانت عليها رخص بناء، اذا كانت عليها اي معلومات، عقود تاجير. لابد انك تعطي المقيم كل المعلومات المطلوبه حتى المقيم يستطيع اصدار
الرأي النهائي للقيمة بشكل واضح وبشكل موضوعي ونهائي. دراسة الطلب من قبل المقيم، قد أنا أرفض وقد أقبل الطلب، تمام ولا لا؟ أو إذا يعني ما يمكنني تقييم هذا النوع من العقارات، أنا ماني متخصص في هذا النوع من العقارات، فبالتالي المقيم لابد أنه يدرس هذا الطلب، تمام ولا لا؟ ويشوف هل باستطاعته أنه تقديم هذه الخدمة للعميل، وما هو عيب أن المقيم أنه يقول أنا والله ما أقدر أني أنا أقيم الأصل الفلاني، أو ما لي خبرة في المنطقة الفلانية، أو ما استطعت أني أجد الشخص المناسب أنه يساهم معي في إصدار التقرير بالشكل الصحيح في المنطقة الفلانية، تمام؟ التواصل مع العميل، لابد أنك تتواصل مع العميل أنت كالمقيم، وأنت كعميل لما يتواصل معك المقيم لابد أن يكون كذلك من طرفك تجاوب يعني إيجابي في توفير المعلومات اللي يسألك عنها المقيم، ولابد أنك تكون أنت كطالب التقييم حيادي في الموضوع، يعني ما توجه المقيم تقول أنا أبغى القيمة الفلانية أو الشغلة الفلانية أو أنه ترى هذا العقار كذا ووضعه كذا، هذه ممكن معلومات يأخذها منك المقيم وهو من خلال مهنيته ومن خلال الأمور ومن خلال بحثه في السوق قد يأخذ معلوماتك أو النصائح اللي أنت أعطيته إياها، أو خلينا نقول بعض المعلومات اللي ترى أنها مهمة كطالب تقييم ممكن أن يأخذ فيها المقيم أو ممكن أن ما يأخذ فيها. تطبيق المعيار 101 المقصود فيه اللي هو نطاق العمل وهو الاتفاق ما بين العميل وما بين المقيم، وهذا سيظهر في كل عناصر نطاق العمل ستظهر في تقرير التقييم. إرسال العرض للعميل أنه هذا العرض قيمته كذا، أتعابي أنا كذا كمقيم، مدة التقييم ستكون كذا، تاريخ التقرير حيكون كذا، تاريخ إصدار القيمة، أحتاج المعلومات الفلانية إلى آخره. نحن دائما نقول أنه العقد شريعة المتعاقدين، فبالتالي لابد أن يكون في وضوح. إذا تم الوضوح في النقطة الأولى وهي قضية الاتفاق ما بين العميل والمقيم، في النهاية النتيجة إن شاء الله بتكون سليمة وهي إصدار التقرير، لأنه كل شيء تم بوضوح ما بين الطرفين، ما في معلومات غائبة عن الطرفين، ما في توجيه من العميل، التعامل ما بين العميل والمقيم تم كما ينبغي في إصدار المعلومات ما بين الطرفين، فبالتالي المقيم يكون يعني مرتاح في قضية إصدار القيمة وعنده المعلومات اللازمة اللي يمكن أن يصدر القيمة بناء عليها. قبول العرض وبدأ التقييم من قبل المقيم، طبعاً مراجعة ملاحظات العميل، وهنا هذا شيء مهم بالنسبة للتقرير. الشركات المهنية ومعظم الإخوان، وأنا يعني المقيمين إن شاء الله أنهم يسووها، أنه غالباً أن إحنا نرسل للعميل مسودة التقرير، أنا ما أرسل له تقرير نهائي، أرسل له مسودة للنقاش وبالتالي يطلع عليها العميل. أنت كعميل إيش دورك لما يجي لك المسودة أو كقارئ للتقرير؟ أنك تراجع التقرير اللي سواه المقيم والمدخلات، وفعلا هو العقارات اللي انت ارسلتها له تم عكسها في التقرير، المعلومات اللي انت اعطيتها له تم عكسها في التقرير، خاصه لما تكون معلومات صادره من جهات حكوميه مثل رخصه البناء والصك والامور هذه كلها ما فيها يعني تلاعب بشكل كبير نقول، لكن قد يتم فيها بعض يعني التلاعب. ذلك يعني احيانا تصير انه رخصه قديمه او رخصه ما هي صحيحة أو تغير الاستخدام، هذه أيضا من واجبات المقيم أنه يتأكد من قضية المعلومات أو حتى وإن كانت وثائق رسمية أنه يتحرى عنها. تطبيق المعيار 104 و 105 اللي هو في قضية أساليب وطرق التقييم، تمام، وإصدار التقرير بالنسبة للمقيم، هذه مهمة جدا، لابد أنه كذلك عكسها في التقرير، كيف وصل إلى القيمة، إيش هي الأساليب والطرق في عملية التقييم، وحنتعرف عليها. تطبيق المعيار 103، البدء بإعداد التقرير، تمام، وتطبيق المعيار 102، عفوا إصدار مسودة التقرير ومراجعة ملاحظات العميل، تمام، ثم بعد ذلك رقم 13 اللي هو إصدار التقرير النهائي. خلاص اليوم وفي هذه اللحظة انه العميل ابدا ملاحظاته وتناقشت مع العميل، وهذه دائما بتصير معنا انه انا بجلس مع العميل و شوف إيش رأيه، مو كأخذ رأيه في قيمة التقرير، ولكن إذا كان عنده ملاحظات على التقرير، شيء أنا ما عكسته في التقرير، معلومة مهمة يرى أنها يعني ما أعطاني إياها أثناء الاتفاق على نطاق العمل، تمام ولا لا؟ فبالتالي من حقه أنه يناقش، لكن ليس من حق العميل أن يجبر المقيم على قيمة معينة بأي حال من الأحوال، لأنه في النهاية المسؤول عن التقرير هو المقيم، وتوقيع المقيم إدانة على المقيم، لأنه تقرير رسمي صادر من جهة معتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، بالتالي توقيعك على التقرير
يعتبر مستند رسمي يمكن انك كمقيم تحاكم عليه، فلا بد انه الاخوان طالبين التقييم او قارئين التقييم يعوا هذه النقطه، انه التقرير ما هو ورق موقع، ولا تعتقد انه التقرير يعني اذا رفعت عليك على المقيم قضيه وانت اشتكيت كطالب للتقرير تمام ولا لا، انها بتمر مر الكرام بالنسبه على المقيم، خاصه اذا دخلت في قضايا متعلقات اخرى مثلا ارث او رهن او امور اخرى تمام ولا لا، وبالتالي يحق للجهه رفع القضيه على 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 المقيم تمام. ومساءله المقيم ليش صدرت هذه التقرير او القيمه هذه كيف توصلت لها، وبالتالي المقيم مساءل. ارجع للنقطه الاولى اللي ذكرناها، التقرير واحد المقيم وهو مستند قانوني، ولا بد انه يراعي المقيم وطالب التقرير وانه هذا المستند مهم جدا تمام، ولو تبعات قانونية، والهيئة صدرت قرارات أو عدة قرارات وأنزلت عقوبات على كثير من جهات التقييم أو منشآت التقييم ومقيمين، وصلت للسجن والغرامة و و و و إلى آخره. وبالتالي تقرير التقييم ما هو سهل أبدا. بعد إصدار التقرير النهائي ويتأكد منه المقيم ويرسله للعميل، أرشفة التقرير هذه توضع في لدى المقيم إنه أنا أصدرت التقرير للجهة الفلانية تمام، ولا بد أن يكون عند المقيم، هذا من متطلبات الهيئة ولا شك. وكذلك رفعه في موقع قيمة، ولذلك أرجع على النقطة الأولى اللي ذكرتها، الهيئة فعلا جهة رقابية تنظيمية تمام. أحيانا الإنسان ينسى أن يرفع التقرير في موقع قيمة تمام، لا بد اليوم الهيئة تطالب المقيم بإصدار برفع التقرير في موقع قيمة وإصدار شهادة التقييم حماية للمقيم أنه رفعها على موقع قيمة، واتباعا للأنظمة، لأنه الهيئة ممكن ترجع كجهة رقابية تشريعية لها الحق الاطلاع على كل تقارير التقييم، وبالتالي إذا صدرت شكوى ضد المقيم مثلا رفعها طالب التقرير يرجع الهيئة للمقيم، هل رفع المقيم التقرير في الموقع؟ هل أصدر شهادة تقييم؟ هل التقرير مكتمل؟ وتبدأ ترسله أو هي تدرس التقييم من خلال اللجنة اللي موجودة داخل الهيئة، لجنة الانضباط والمهنية أو إن كانت تسمية اللجنة، أو قد ترسل أحيانا لزميل آخر في مجال التقييم يقولوا له أبدي رأيك حول التقرير. هذا من حق الهيئة كجهة رقابية وجهة تشريعية، وكلنا ننسى وكلنا بنغلط تمام. أحيانا صدرت تقرير، أنا كل اللي يعني أنا من الناس اللي جتهم مثلا أنه لفت نظر أنه ترى التقرير الفلاني لم يتم رفعه في موقع قيم، وكانت في مشكله في الموقع او شيء او الى اخره، لابد من المتابعه والحرص لحرص الهيئه على مصلحه المقيم وحرص الهيئه كذلك على مصلحه طالب التقييم. طبعا قبل تنفيذ عمليه التقييم الاتفاق على نطاق العمل وتحديد الاتعاب تمام والتخطيط الجيد واتمام عمليه التعاقد، ترى هذه يا جماعه كلها نقاط مهمه لانها بتصدر في التقرير النهائي، لذلك التقرير هو حصيله عدة خطوات يتبعها المقيم. أنت كقارئ للتقرير بيجي لك التقرير مطبوع، لكن لازم تعي الخطوات اللي اتبعها المقيم في قضية إصدار التقرير تمام، لذلك بنى عليها أتعاب. تقرير التقييم ما هو بسيط، إن كانت في منافسة شرسة في السوق في قضية ما بين المقيمين في قضية أتعاب التقييم للأسف، لكن اللي يعني أحيانا الشركات المهنية والناس اللي تقدم التقارير بشكل مهني وتتعب في تقرير التقييم تطلب حقها في الأتعاب، لأنها فعلا بذلت مجهود في قضية إيش التقييم. أثناء عملية التنفيذ جمع البيانات بالنسبة للمقيم لابد من خلال العميل، وزي ما ذكر أنه العميل لابد أن يوافي المقيم بجميع المستندات المهمة، تقدير القيمة وتحليل البيانات وإعداد التقرير النهائي تمام، هذه كلها لابد انها تنفذ، هذه عمليه التقييم اجمالا داخل مطبخ المقيم تمام، يعني في مكتبه او في شركته او في مؤسسته ايا كان الـ يعني الكيان القانوني اللي تابع له المقيم وايا كان نوعه او الجهه الاعتباريه يسموها، هذه العمليات اللي بتصير في عمليه التقييم بعد جمع البيانات تحليلها دراستها وضع التصور العام لعمليه التقييم، خاصه لما يكون المشروع كبير مثلا في 60 قطعة أرض، 70 قطعة أرض، 80 عقار، 100 عقار، 200 عقار في نفس المنطقة تمام ولا لا، لابد من رسم استراتيجية في عملية التقييم تمام، وفي قضية إصدار القيمة لوضع الفروقات ما بين العقارات خاصة لما تكون جنبها
ثم بعد ذلك تقدير القيمة من قبل المقيم وفق المعطيات وإصدار التقرير النهائي. بعد تنفيذ عملية التقييم إعداد الملفات وحفظ السجلات زي ما ذكرنا، تمام، في سجلات المقيم وفي سجلات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في موقع اسمه موقع قيمة، فقط مرخص للمقيم المعتمد اللي له رخصة مهنية وله اشتراك في الهيئة وله رقم أنه يعطى اسم مستخدم وكلمة مرور لرفع التقارير الموجودة، وهذا المقيمين يعرفوها. خطاب اكتمال تنفيذ التقييم هو من خلال إصدار شهادة التقييم من خلال موقع قيمة. هذا هو التقرير أو عملية التقييم إجمالي، وهذا احنا سويناه عندنا في مركز القرار الذكي للتدريب في قضية اختصار عملية التقييم. تبدأ من الغرض من التقييم، وهذه محتويات التقرير. أنت كقارئ للتقرير وليس كمقيم لابد أن يحتوي التقرير الأمور هذه اللي مذكورة، الغرض من التقييم مثل ما أعطيته للمقيم أنه غرضك، والغرض من التقييم يحدد العميل وليس المقيم، يحدد العميل وليس المقيم، وليس للمقيم أن يتدخل في فرض أي غرض من أغراض التقييم لأنه مزود للخدمة، وطالب الخدمة هو اللي يعطي المقيم الغرض من التقييم. هذه نقطة مهمة لقارئ التقرير. أساس القيمة التي يعتمد عليها المقيم أو نوع القيمة، هل هي قيمة سوقية ولا قيمة إيجار سوقي ولا قيمة استثمارية ولا خلينا نقول قيمة تكاملية أو قيمة خاصة، تمام، على حسب الغرض، بناء على الغرض من التقييم يحدد أساس القيمة أو نوع القيمة. فرضيات القيمة، هل هي التقييم على الوضع الاستخدام الحالي أو على الاستخدام الأعلى والأمثل أو بغرض التصفية. كل فرضية من فرضيات القيمة بموجبها تختلف القيمة اختلاف كامل في قضية التقرير. أسلوب التقييم لابد أن يذكر المقيم في تقريره، مثلاً تبع أسلوب السوق. إحنا عندنا ثلاثة أساليب أساسية في التقييم، وهي أسلوب السوق أو أسلوب الدخل أو في اللي هو أسلوب المبيعات المقاومة، تمام، ولا أو التكلفة طبعاً. فهذه الثلاثة أساليب. ثم بعد ذلك طريقة التقييم ومدخلات التقييم. مدخلات التقييم طبعاً منقسمة إلى قسمين، المعلومات أو اللي أعطاها العميل للمقيم، والمعلومات اللي جابها المقيم من خلال خبرته في السوق ومن خلال البنك المعلومات اللي موجود عنده عن العقارات المشابهة ومن خلال دراسته في السوق ومن خلال المعلومات ومن خلال التقارير. هذه كلها تكون المدخلات حقة التقييم. الافتراضات والافتراضات الخاصة إذا كانت موجودة في التقييم، سواء من قبل، هذه طبعا من قبل المقيم، تطبيق معادلات التقييم من خلال أساليب وطرق التقييم اللي موجودة، الوزن النسبي. إيش المقصود بالوزن النسبي؟ أحيانا تلاحظ في التقرير أنه استخدم أكثر من أسلوب في التقييم، وبالتالي أخذ من هذا نسبة وأخذ من هذا نسبة، أخذ مثلا من أسلوب السوق خلينا نقول 70% وأخذ من أسلوب التكلفة خلينا نقول مثلا 30%، تمام، يصير الكلام هذا، نعم يصير، تمام، ولكن ما تجمع نتيجة الطريقتين وتأخذ المتوسط بين، هذه طبعا من الأخطاء الفادحة جدا في عملية التقييم. فلذلك إذا كان في وزن نسبي، وهذا احنا نتبعه أحيانا في بعض العقارات خاصة لما تكون الظروف يعني خلينا نقول الظروف الاقتصادية غير مساعدة أحيانا زي ما صار في عام 2020 وبداية عام 2021، وبالتالي لما أجي أقيم فندق بالدخل معظم الفنادق كانت مقفلة، فكيف أقيمها بالدخل؟ هل أقيمها على الدخل السابق حق السنوات لما كانت في الحالة الطبيعية في جني الأرباح بالنسبة لها كفندق، تمام، ولا أقيمها الآن على في ظل عام 2021 ولا في ظل عام 2021 أنه البزنس بدأ أو العمليات التأجيرية في الفندق بدأت تزيد بسبب أنه بدأت العجلة تدور مرة ثانية في الاقتصاد، تمام. فبالتالي قضية تحديد أسلوب وطريقة التقييم وقديش تأخذ من كل طريقة مهمة جدا في إصدار القيمة. ثم بعد ذلك قضية إصدار القيمة، وأخيرا إصدار التقرير. أنا هذا أسميه الهرم المقلوب في التقييم أو هيكل التقييم، اختصار لعملية التقييم تماما وما يصدر في تقرير التقييم. أساليب وطرق التقييم طبعا عندنا ثلاثة أساليب، اللي هي أسلوب السوق
له طريقه المقارنات، اني اقارن عقار بعقار. مثلا لما يكون عندي قطعه ارض في بلوك وقطعه ارض مشابهه ثانيه، فمن حق المقيم انه يتبع اسلوب السوق في قضيه التقييم، ويقول انه والله هذا العقار بيع مثلا قبل شهر وهذا العقار بقيمه الان، فتقريبا القيمه نفسها، تمام، مع تساوي مواصفات من حيث المساحه ومن حيث الشارع، اطاله الشارع ما تكون مثلا زاويه الاثنين كلهم بطن، اذا كانت زاويه يزيد في عمليه التقييم وبتيجي معاها. اسلوب الدخل وهي للعقارات المخصصه فقط، او الغرض من امتلاك هذا العقار هو الدخل المتاكد، مثلا ايجار للعماير السكنيه، المولات التجاريه، المباني المكتبيه، تمام، المخازن، الامور هذه كلها. بالتالي لابد انا ما اشتريت العقار هذا الا موجب بناء على الدخل حقي. ففي اسلوب الدخل في اربع طرق، لطريقه الاستثمار والارباح وطريقه القيمه المتبقيه بالنسبه للاراضي الخام الكبيره، وممكن تستخدم طريقه القيمه المتبقيه اذا كانت الارض مستاجره وليست ملك لصاحب التقييم. احيانا يجي لك واحد مستاجر ارض وباني عليها فندق وما يملك الارض، اذا انت اليوم ما انت قاعد تقيم، لما تقرا التقرير او انت كطالب تقرير لما يجي لك المقيم ويصدر لك التقرير، لابد انك تعي انه هو قاعد، ما هو قاعد يقيم لك العقار، هو قاعد يقيم لك حق المنفعه في العقار فقط لا غير، لانك ما تملك الارض. وبالتالي عدم انك ما تملك الارض، انا ما اقيم لك الارض، انا اقيم لك الحق المنفعه المتاتي من استخدامك للعقار، وهذا يطبق على مثلا العقارات الحكوميه المستاجره لفترات طويله، بعض العقارات مثلا في الطرق الرئيسيه ان الملاك ما يبغى يبيعوا، فبالتالي يؤجر الارض مثلا لمده 20 سنه 25 سنه، وتكون هذه استراتيجيات بعض الصناديق الاستثماريه او بعض المستثمرين في العقار. فبالتالي انت كمقيم او انت كطالب تقييم لما تيجي تطلب من المقيم ما تقول له قيم لي العقار، قول له ابغاك تقيم لي حق المنفعه في العقار، لو بغيت ابيع الاستثمار هذا حق منفعتي 25 سنه ابغى ابيعه للجهه. فبالتالي المقيم يصدر لك القيمه بناء على حق المنفعه اللي موجوده، لها طرق معينه في قضيه الحساب. طريقه التدفقات النقديه وهي طريقه تستخدم سواء كنت مالك للعقار او غير مالك للعقار، تستخدم ايضا هذه الطريقه لطريقه التدفقات النقديه، وهي من اسلم الطرق خاصه في العقارات المدره للدخل، تمام، على حسب نوعيه العقار طبعا. فبالتالي انه في اختلاف، انت كطالب تقييم لما يجيني مثلا مقيم وبيقيم لي مثلا خلينا نقول فندق، او بيقيم لي مركز تجاري او ستريب مول، تمام، انا طالب من التقييم، فبالتالي لو سوالي مثلا طريقه الارباح او طريقه الاستثمار او طريقه الاستثمار اللي هي الرسمله مثلا، ما في عقد موحد للموضوع لانه في مستاجرين متعددين، فبالتالي بتختلف التدفقات النقديه وصافي الدخل التشغيلي انا بالنسبه لي كمالك بيختلف من سنه لسنه. وبالتالي بقيم العقار بناء على معدلات الاشغال والاشغار اللي موجوده، والمقصود بالاشغال كم عدد المحلات اللي انا ماجرها وكم عدد المحلات الفاضيه اللي يقصد به الاشغار. وبالتالي هذا المقيم لابد انه يتطرق لها في عمليه التقييم. الاسلوب الاخير وهو غالبا مثلا اذا كان الغرض من التقييم خلينا نقول القيمة التأمينية، أبا أمن على مبنى، فبستخدم أسلوب التكلفة، أو الغرض مثلا الشراء مثلا مبنى ما هو تجاري، مبنى سكن، فغالبا أروح على أسلوب التكلفة استعانة بأسلوب السوق. أسلوب التكلفة إيش معناته؟ أنه المباني هذا اليوم كم قيمتها أنا عندي مع احتساب الإهلاك، أو سواء كان مادي أو وظيفي أو اقتصادي، تمام ولا لا بالنسبة لي المبنى اللي أنا قاعد أقيمه. و بالإضافة أني أقارن إذا كانت الأرض مملوكة بقضية أسلوب السوق، وبالتالي أسلوب التكلفة هذه الأغراض اللي تستخدم له. طبعاً أنا شرحت أساليب التكلفة وأساليب السوق. محتويات التقرير، يجب أن يحتوي التقرير، وهذه هي يعني المقدمة اللي أو البداية اللي أنا سويتها الآن أساس أنه ندخل في قضية فهم التقرير، وكيف المقيم المفروض يتعامل مع التقرير، وكيف أنت كطالب للتقرير ايضا انك يعني لابد انك تعطي المقيم زي ما ذكرت الاشياء اللي هو طالبها بالشكل ايش الصحيح. ينبغي ان يحتوي التقرير على هويه المقيم وهويه العميل ومستخدمين التقرير. هويه المقيم، من هو المقيم؟ يعني اذا جالك التقرير من المقيم لازم تعرف من هو المقيم. شركه، طيب شركه مرحبا، الترخيص الممنوح لها من قبل الهيئه كم رقمه، و
بالنسبة للمقيم ورقم المنشأة في الهيئة كم، تمام؟ وكذلك إيش هي الشركة، هل هي مكتب، هل هو مؤسسة، هل هي شركة فردية، هل هي شركة يعني فيها أكثر من شريك. لابد أن أعرف الجهة هذه اللي قيمتني مين، وهوية العميل لابد أن يذكرها كمان، أنه اللي طالب التقييم هو فلان الفلاني أو الجهة الفلانية. وإذا كان في مستخدمين آخرين للتقرير، أنه قال لك العميل أنك توجه لهم التقرير. مثلا جاء لك العميل قال والله أنا أبغاك تطلع التقرير التقييم للإفصاح في القوائم المالية، بس ترسل نسخة إلى المراجع المحاسب القانوني الخارجي، وبالتالي لابد أنك تذكره، أو أي مستخدمين آخرين في التقرير. الغرض من التقييم وأساس القيمة المستخدمة لابد أن يذكر، وإحنا قلنا أن الغرض من التقييم يذكر العميل وأساس القيمة أو نوع القيمة. الأصل محل التقييم لابد أن يذكر في التقييم. تاريخ التقييم، متى قيم، لأن إحنا قلنا أن تاريخ التقييم مهم جداً، لأنك أصدرت القيمة في هذا التاريخ خلصت وإصدار التقرير، تمام؟ قد تختلف معطيات معينة في محيط العقار في العقار نفسه، فبالتالي يختلف التقييم تماما أو القيمة المصدرة. نطاق البحث وطبيعة مصادر المعلومات لابد أن يذكرها المقيم، من فين جاب المعلومات حقته، وحنزلنا في معلومات داخلية في معلومات خارجية، تمام ولا لا، وفي بيانات وفي معلومات، بيانات تم جمعها من السوق. المعلومات اللي هي مصادر أولية احنا نسميها ومصادر ثانوية في قضية التقرير. المصادر الأولية اللي بياخذها مثلا من العميل رقم الصك والأمور هذه كلها، تمام ولا لا. المصادر الثانوية اللي هي التقارير اللي بيصدر، مثلا تصدر مثلا من البنك المركزي، تصدر من بعض الجهات ذات العلاقة مثل الهيئة العامة للعقار مثلا، أو تقارير مثلا المواقع حقت وزارة العدل إذا كانت مطبوعة، وزارة الإحصاء، وزارة الاستثمار، أي جهة كانت لها علاقة بالعقار، تمام، إجمالا في دراسة العقار، وبالتالي فيها معلومات مؤثرة قد تؤثر في قيمة العقار يذكرها المقيم. نطاق البحث وطبيعة مصدر المعلومات زي ما ذكرنا، أنه أنا قيمت، قاعد أقيم العقار هذا في منطقة الرياض مثلا، في خلينا نقول شمال الرياض أو في وسط الرياض أو في طريق أنس بن مالك مثلا، أنه الزون اللي أنا أو المحيط اللي بقيم فيه العقار في العقارات المشابهة ودراسة السوق هي مثلا 3 كيلو أو 4 كيلو أو 5 كيلو على حسب المنطقة، أو في جميع منطقة الرياض، وبالتالي لابد أن يذكرها المقيم. أسلوب وطريقة التقييم المستخدمة، ذكرنا الأساليب والطرق الموجودة. استنتاج القيمة وأسباب التوصل لها، كيف استنتج القيمة. المشاركون في إعداد التقرير اللي هم فريق العمل، إحنا زي ما ذكرنا أنه في التقرير أنه صح تحت توقيع المقيم المعتمد أو من أصدر له ترخيص مزاولة مهنة التقييم العقاري، ولكن إذا كان في فريق عمل لابد أن يذكر. قد يكون فريق العمل داخلي وقد يكون فريق العمل خارجي. إذا كان فريق العمل الداخلي يذكر، فريق العمل الخارجي مثلا والله استعنت بمكتب هندسة، وهذا تم الاتفاق عليه مسبقا مع العميل أنه ترى أنا بستعين بمكتب هندسي، لأنه الهيكل للعقار يحتاج إلى فحص، وبالتالي تقديره خلينا نقول باسلوب التكلفه المبسط ما هيعطيني قيمه العقار الحقيقيه، لانه احيانا تكون في مشكله، احيانا تكون في اشياء فنيه تخفى على المقيم. لذلك اذا استعان المقيم بمكتب هندسي يذكره في التقرير انه تم الاستعانه بالمكتب الهندسي، ويرفق تقرير مكتب الهندسي لتوضيح الامر لقارئ التقرير سواء كان طالب التقرير او اي جهه اخرى تطلع على التقرير بصفة رسمية أو بصفة يعني من قبل العميل نفسه طالب التقرير. الافتراضات وقيود والتأكيد على تطبيق المعايير، أنه تم التقييم وفق المعايير الصادرة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، هذا التقرير صدر. والسؤال، هل يمكن للمقيم إصدار تقرير مثلا ليس وفق المعايير؟ بإمكانه، لكن لابد أنه يذكر أنه لم يتم إصدار هذا التقرير وفق المعايير، طبعا في حالات خاصة في الموضوع، تمام؟ لكن إذا لم يتبع المعايير يذكر أنه ما اتبع المعايير، وإذا التزم المقيم باتباع المعايير في إصدار التقرير فلابد كذلك أنه يذكرها في التقرير. وطبعا آخر شيء اللي هو الصور والملاحق الخاصة بالتقرير، تمام، اللي هو صور العقار من الداخل، صور العقار من الخارج، حتى لو كانت أرض ما عليها ولا مبنى يصور العقار من الأربع جهات، الشوارع المحيطة اللي فيه، إذا كان جنبه جيران، إذا كان في شيء يميز العقار عن بقية الأراضي الموجودة، على أساس إنه يعرف قارئ التقرير إنه المقيم قاعد يقيم العقار هذا بعينه أو هذا الأصل.
طبعا احنا شرحنا هوية المقيم، الغرض من التقييم، يجب توضيح الغرض الذي تم من اجل التقييم، لانه من المهم الا يستخدم استخدام المشورة الخاصة بالتقييم خارج السياق المقصود او لغير الغرض المقصود من التقييم. واحنا قلنا اللي يحدد الغرض من التقييم هو العميل. كما يجب ان يكون اساس القيمة مناسبا لغرض التقييم، فالقيمة السوقية هي الامثل في حالات البيع والشراء، وقيمة البيع القسري في حالات النزاعات لدى القضاء، وغيرها من اسس القيمة التي يجب ذكر تعريفها وشرحها في تقرير التقييم. قارئ التقرير ما عنده اطلاع على انواع القيمه اللي موجوده، بالتالي لما اقول له انا كمقيم انا استخدمت اساس القيمه هي القيمه السوقيه، او خلينا نقول اساس القيمه اللي هي القيمه التكامليه او نوع القيمه يعني، تمام؟ فبالتالي هو ما يعرف ايش معنى قيمه سوقيه، ايش معنى قيمه استثماريه، ايش معنى قيمه منصفه، ايش ما يعرف الكلام هذا، تمام؟ فبالتالي قارئ التقرير لابد انه او المقيم لابد انه يذكر تعريف اساس القيمه اللي اتبعه في التقرير. الاصل محل التقييم، لانه ممكن التقرير بيروح لجهه مو غير طالبه التقييم، مثلا صارت قضيه وراح للمحكمه التقرير. فبالتالي قارئ التقرير القاضي او غيره لابد انه يعرف العقار محل التقييم، فين هذا العقار، ايش وضعه، فين مكانه، ايش الشوارع اللي موجوده عليه، عنده وصف كامل عن العقار. لذلك احنا كمقيمين نتعامل مع العقار او مع قارئ التقرير بكل التفاصيل الممكنه اللي يمكن وضعها في العقد. تاريخ التقييم، قد يطلب العميل راي بقيمه الاصل في فتره سابقه، لذا يجب ذكر تاريخ التقييم الذي قد يختلف عن تاريخ اصدار التقرير. اكيد تاريخ التقييم قد يكون اليوم، تمام؟ احيانا تطلب منك المحكمه ويطلب منك العميل، وانت اذا كعميل طلبت من المقيم اصدار التقييم بأثر رجعي قبل 3 سنوات، أبغى قيمة العقار في عام 2018 2017 2016، طلبت بعض التقارير في عام 2000، تمام؟ عام 2000 كم كان قيمة العقار؟ وبالتالي هذا من خلال خبرة المقيم ومن خلال اطلاعه على السوق يصدر إيش القيمة. قد يختلف تاريخ التقييم عن تاريخ التقرير، أنا قيمت اليوم في تاريخ 27 لكن ما صدرت التقرير الا في تاريخ 1 شو اسمه الشهر الجاي اللي هو شهر 8، تمام ولا لا، او شهر 7 اللي يكون في نص، لانه لسه قاعد اجمع المعلومات وارتب التقارير واسوي الامور هذه كلها، وبعدين بعد 10 ايام 15 يوم اصدر التقرير. لذلك في فرق ما بين تاريخ التقييم وتاريخ اصدار التقرير وتاريخ المعاينه، متى طلع المقيم على العقار مهم جدا. نطاق البحث احنا شرحناه، اسلوب وطرق التقييم، استنتاج القيمه واسباب التوصل لها، المشاركون في اعداد التقرير زي ما ذكرناهم، الافتراضات وقيود النشر، والصور والملاحق الاضافيه ان وجدت. طبعا الان يا جماعه تقريبا غطينا بالنسبه للمهتمين بقضيه التقرير ايش هي محتويات التقرير، ايش هي المعايير اللي لابد ان يتبعها المقيم في اصدار القيمه، رحله المقيم من معيار 101 إلى 105 بإقفال التقرير، ما يقدم المقيم أو واجبات المقيم تجاه العميل وتجاه الهيئة. غطينا كذلك قضية ما يقدمها العميل إلى المقيم من حيث المعلومات ومن حيث الأشياء اللي ممكن تساعد في عملية إصدار القيمة، وللمقيم طلب أي مستند يساعد في عملية التقييم إذا كان موجود سواء من العميل أو يمكن الحصول عليه من السوق مثلا، تمام ولا، او من بعض الجهات المعنيه، خاصه لما يكون المشروع كبير وفي عده جهات وامور معينه، بامكان المقيم انه يطالب بكل التفاصيل الممكنه لاصدار عمليه ايش التقرير. هنا انا بعرض نموذج، انا ما اقول انه كامل زي ما ذكرت، يعني التقييم او طرق التقييم او هويه المقيم او هويه التقرير زي ما ذكرنا تختلف من شركه الى اخرى، تمام ولا لا. هذا احنا يعني قاعدين كل خلينا نقول 6 شهور نراجع تقريرنا احنا كشركه، ونشوف كيف نقدر نوصل معلومه التقرير بشكل افضل للعميل. احيانا في كلام او حشو يمكن انه اختصاره بما لا يخل بالتقرير، الوان التقرير، قضيه الاخراج، مع مراعاه انه كيف يصدر التقرير. طبعا هذا تقرير من الشركة أنه مثلاً هذا تقرير تقييم عقاري، شوف لاحظ أنه في الصفحة الأولى مكتوب رقم التقرير، تمام ولا لا؟
رقم التقرير، التقرير لابد انه له يكون رقم، تمام، عند المقيم، حلو، بحيث انه يستطيع الرجوع له، وفي المراسلات تكون سهله، وفي قضيه استرجاع التقرير تكون سهله. تقرير تقييم عقاري، رقم التقرير كان، تم اعداد هذا التقرير ويذكر اسم العميل، ومكتوب تحت جميع الحقوق والنشر والتوزيع محفوظه لشركه واحد الراي للتقييم العقاري، سجل تجاري، ترخيص رقم، تمام. ليش ترخيص رقم؟ هذا للمنشأة وليس للمقيم. أعرف المنشأة هذه مسجلة في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تحت أي بند، تحت أي رقم، تمام، كمنشأة وليس كشخص. قائمة محتويات التقرير، طبعا هذه فهرس للتقرير يساعد قارئ التقرير على الوصول إلى المعلومة اللي يبغاها، تمام. يعني مثلا في المحكمة، وخلونا نكون يعني صريحين، انه مثلا في المحكمه ما يهتم احيانا بمحتويات التقرير اجمالا، يقول لك كم القيمه، لذلك ياخذ اول صفحه ولا صفحتين. اذا اضطر انه يرجع يقرا او يجيب المقيم او يجيب الجهه المعنيه اللي صدرت التقرير، تبدا تشرح للقاضي كيف وصلت للقيمه، احيانا يطلبها واحيانا ما يطلبها. انه بناء على طلبكم هذه المقدمه، الأصل المبين تفاصيله في هذا التقرير، فقد قمنا بالكشف الفعلي على واقع العقار ومعاينة ودراسة المستندات والخرائط اللازمة، وبعد إجراء دراسة للمنطقة المحيطة والمجاورة للعقار نرفع لكم التقرير التالي الذي يوفر البيانات اللازمة والحسابات للوصول إلى القيمة، تمام. إن الهدف من هذا التقرير هو كذا، يعني غرض التقييم، والعقار المقيم هو عبارة عن كذا، تفاصيلها كذا، يعني هذا التقرير. بناء على الدراسة المنجزة فإننا نقدر القيمة السوقية للعقار وضعه الراهن بمبلغ وقدره كذا، مراعيا للموقع وكما هو مرفق في هذا التقرير في التاريخ الفلاني. هذا نسميه ملخص للتقرير أو مقدمة لملخص التقرير، أحيانا يضعها المقيم. هذا اللي هو الغرض من التقييم، زي ما قلنا، تاريخ المعاينة، تاريخ التقييم، أساليب وطرق التقييم، أساس التقييم، تم إعداد هذا التقييم وفقا لمعايير التقييم الخاصة بالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين والهيئة الملكية للخبراء العقاريين، مثلا إذا كنا بنصدر التقرير على الجهة، ما أخذا بعين الاعتبار أنه يعني مثلا الشيء بالنسبة لي أنا كمقيم حاصل على درجة الزمالة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وما أخذ الإمبريكس من المعهد الملكي للمساحين البريطاني. وبالتالي احيانا نتبع في التقرير المعايير الاثنين، او اذا كنت ماني محتاج لي انه موافقه للركس، تمام، ولا لا، اكتفي فقط بقضيه المعايير الصادره من الهيئه السعوديه للمقيمين المعتمدين. وهنا تم تعريف ايش اساس القيمه، وهي القيمه السوقيه، وبالاحمر اذا انتم شايفينها الان، هذا تعريف القيمة السوقية، المبلغ المقدر الذي يجب أن لابد أن يذكر المقيم هذا في التقرير، تمام؟ عفوا. ملخص التقرير، هوية المقيم زي ما ذكرنا، عملة التقييم، نوع التقرير، هل هو تقرير تفصيلي ولا مختصر، قيود واستخدام النشر والتوزيع، المعايير المتبعة للمعايير الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، الافتراضات، نطاق البحث، أسلوب التقييم الأساسي، أسلوب التقييم المساند إن وجد، أساس القيمة، معايير التقييم المتبعة، وفرضية إيش التقييم. تقدير القيمة، أنا حطيت هنا للقيمة النهائية كيف توصلت لها في الملخص، وبعدين تقدير القيمة كاختصار للموضوع. فهذه من ضمن المحتويات اللي يتعامل معها المقيم، انه يضعها يعني بطريقه او باخرى، ممكن يضعها في اول صفحه، ممكن يعني طريقه الاخراج راجعه للمقيم، وليس هناك يعني اي اشتراطات على المقيم في قضيه اخراج التقرير، ممكن يخرجه بالشكل اللي هو يرى انه مناسب، ولكن يكون وفق المعايير من حيث المحتوى، ولا بد انه في قضيه الاخراج تكون بسيطه وسهله، ويعني تجذب القارئ لقراءة وإكمال التقرير. هذه مثلا دراسة السوق اللي هو المنطقة المحيطة، مثلا هذه دراسة السوق نظرة عامة على المملكة العربية السعودية، في عدد السكان، كنا نقيم في المنطقة الشرقية، المساحة، الناتج المحلي، نرى أن المعلومات هذه مهمة في التقرير. دراسة السوق
أنه في المملكة العربية السعودية دراسة السوق العقاري إجمالاً في المملكة إيش اللي حاصل، لأنه قد تؤثر على قضية التقييم في العقار نفسه، هل السوق في ارتفاع، هل السوق في انخفاض، الأمور هذه كلها من الأشياء المهمة في دراسة السوق. وهذه بعض الفلو شارتس أو بعض الأشياء التوضيحية، تمام ولا لا، في يعني الناتج المحلي إلى آخره في القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية. بعدين مثلا ركزنا على المنطقة الشرقية، أنه عدد السكان 5 مليون، المساحة 540 ألف متر مربع، الناتج المحلي 741 مليون إلى آخره على حسب الإحصائيات والمصادر اللي إحنا تبعناها. نبدأ عن المنطقة الشرقية. ليش هذه من الأشياء المهمة؟ طبعا لأنه زي ما ذكرت لكم قارئ التقرير قد لا يكون من أهل المنطقة الشرقية، مثلا يكون قارئ التقرير أو المحكمة في الرياض أو في جدة، أو مطلع التقرير أنه ما عنده ذيك الخلفية عن المنطقة الشرقية، مثلا أنا عايش في المنطقة الشرقية، تمام ولا لا؟ أوكي، عندي معرفة بالرياض، عندي معرفة بجدة، لكن مو كل الناس عندهم معرفة بجميع مناطق المملكة ولا بالحالة الاقتصادية ولا بالوضع العقاري. لذلك يعني المقيم غالبا يضع نبذة عن المنطقة اللي هو يقيم فيها وإيش حالتها، تمام؟ هذه بعض الإحصاءات مثلا في دراسة السوق. وصف العقار، الآن جينا على قضية وصف العقار، يعني بوصف العقار مثلا هذا اللي بالأحمر اللي موجود اللي هو الموقع زي ما هو واضح عندكم، باسم الشارع إذا كان في معالم معينة، ودائما احنا نحط اللي هو خريطة الباركود بإمكانك أنك تصويرها توصل عن طريق جوجل مباشرة إلى موقع العقار. أبعاد العقار، إجمالي المساحة، يحده من الشرق كذا، من الشمال كذا، من الجنوب كذا، هذا وصف العقار، وهذه صور للعقار على عدد الصور اللي يرى المقيم. تحليل نتيجة التقييم اللي هو تحليل نتيجة التقييم، القيمة السوقية المعتمدة، ملخص حساب التقييم، القيمة السوقية للعقار إلى آخره، والمعايير المتبعة فيها. تحليل نتيجة التقييم، كيف وصلنا إلى نتيجة التقييم، إذا كان في شواهد مثلا على المعدلات الإيجارية، الأمور هذه كلها أيضا يضعها المقيم في التقرير، وقارئ التقرير يمكن الاطلاع عليه. جدول الضبط النسبي، وهذا احنا نسميه المقارنات، قضية المقارنات إذا كانت في أسلوب السوق ما بين عقار وعقار، خاصة لما تكون أراضي، وكيفية الوصول إلى القيمة من خلال هذا الجدول، وهذا معروف عند المقيمين. لكن أنت كقارئ تقرير شوف تطلع كيف وصل لقيمة مثلا الأرض، أنه جاب عقارات مشابهة، طيب إيش كان فرق بين أرض اللي أنا بقيمها والعقارات اللي جابها أو الأراضي الثانية اللي جابها المقيم؟ فبالتالي يمكن الاطلاع عليها من خلال جدول الضبط النسبي. الافتراضات إذا كانت موجودة، حساب المسطحات البنبنية للمشروع، حساب عوائد البيع للمشروع إذا كان له عوائد، حساب القيمة العقار بعد التطوير، الوصول إلى قيمة الأرض بعد خصم تكاليف المشروع إلى آخره، هذه كلها جداول في سوق الدخل. تحليل نتيجة التقييم، تمام، القيمة الإجمالية والنسبة، والقيمة الإجمالية مثلا من سوق الدخل احنا قلنا الوزن النسبي، إنه ممكن أنا آخذ أو أقيم بأسلوبين، ولكن من خلال خبرتي ومن خلال أنا حكمي كمقيم ممكن أخذ نسبة من كل أسلوب. ملاحق العميل اللي هو عنوان المرفق، منهجية التقييم، هذه إحنا بنسويها دائماً عشان نطلع أو العميل يفهم إحنا كيف سوينا التقرير، وبالتالي أنت من حقك كعميل أو قارئ للتقرير أو مطلع للتقرير تفهم كيف المقيم سوى هذا التقرير. مثلاً هذه إحنا بنحلل فيها اللي هو حجم وشكل الأرض، في عوامل معينة للأرض، عوامل طبوغرافية، عوامل سهولة الوصول، المنطقة المحيطة بالعقار، تمام ولا لا، شكل العقار هل هو جبلي هل هو كذا إلى آخره. كذلك من منهجية التقييم العوامل الداخلية المباشرة، يقصد فيها محيط العقار نفسه والمؤشر العقار اللي هي خلينا نقول الاقتصاد الجزئي، نختصر بكلمة الاقتصاد الجزئي اللي هو يؤثر على العقار، كم عدد العقارات المشابهة في المنطقة، إذا كان مثلا مبنى مكتبي، كم معدلات الإيجارات اللي موجودة هناك، الخدمات اللي يقدمها العقار للعملاء، كل مثل هذه الأمور لابد أنه من ذكرها. وكذلك العوامل الخارجية غير المباشرة مثل وضع الاقتصاد عموما، التمويل، تمام، قضية وضع السوق العقاري في المنطقة محل التقييم، وضع السوق العقاري في المملكة إجمالا، هذه من الأشياء المهمة. منهجية التقييم، تحديد القطاعات وتوقع حجم العرض والطلب، تمام ولا لا، دورة نمو العقار أيضا مهمة من الأشياء اللي احنا بنقدمها في التقرير. طبعا شوفوا يا جماعة، يعني كل، أنا زي ما ذكرت، كل مقيم، كل شركة، كل زميل في عملية التقييم له طريقة الخاصة في إبراز المعلومات،
في وضعها في تقرير التقييم. أحيانا تقرير التقييم يكون 20 صفحة مكتمل الجوانب وفق المعايير ويكون ممتاز جدا ومصدر للقيمة ولا عليه غبار، تمام؟ أحيانا يكون تقرير التقييم 40-50 صفحة لأنه يرى المقيمة وترى الشركة وعندها منهجية وعندها استراتيجية معينة في قضية إصدار تقريرها لتوعية القارئ بقضية التقييم. فما في يعني عدد الصفحات يعني ما هو مقياس بقدر المعلومات وقضية إبرازها بالشكل المناسب. فهذه من الأشياء المهمة جدا في قضية إيش التقرير. تحليل السوق من الأشياء المهمة، منهجية التقييم طبعا هذه تحت منهجية التقييم، الافتراضات والتحذيرات هذه من الأشياء اللي يضعها المقيم. مثلا هنا لا تتحمل شركة واحد الرأي مسؤولية عن العوامل الاقتصادية والمادية التي قد تؤثر على الآراء الواردة في هذا التقرير والتي قد تحدث بعد تاريخ التقييم. أنا قيمت لكن في آثار اقتصادية أحيانا قرار صدر، تمام، قيمت قطعة أرض كان الاستخدام حقها بأربع أدوار، صدرت التقرير والتقييم، تمام، بعدها بأسبوعين رأت الجهة المعنية أنه بدل أربع أدوار ينزل دورين أو يطلع 10 أدوار، وبالتالي اختلفت القيمة. هذه من الأشياء اللي ينبغي المقيم وضعها في قضية إيش التقييم. وامتثال الممتلكات، يتم تقييم العقار على افتراض أنه خالي حالة امتثال لجميع اللوائح البيئية المحلية المعمول بها وفق هذا النظام، والافتراضات والتحذيرات إذا كانت، والمعايير العامة اللي هو التقييم ووضعه وخبرتنا في التقييم والاستشارات إلى آخره، المعايير العامة الافتراضات والافتراضات الخاصة والحدود على الاستخدام ومعاينة الأصل، كل المعايير اللي موجودة في قضية التقييم والأساليب المتبعة في قضية التقييم. هذه من الأشياء كمان اللي يضعها المقيم، وكذلك شرح كل أسلوب أو طريقة من الطرق، والسرية والنشر أنه هذا التقرير أعد لفلان الفلاني ولا يتم نشره أو استخدامه فيما في غير ما أعد له التقرير. وهذه من الأشياء المهمة اللي تحمي المقيم، ولابد أنه طالب التقرير يعيها أنه أنا طلبت من المقيم التقرير للغرض الفلاني. هذا فريق العمل مثلا عندنا في الشركة المتواجدين خبراتهم منهم كيف شاركوا في التقرير إلى آخره. هذا هو ترخيص مزاولة المهنة الفرع تقييم العقار مثلا، تمام ولا لا؟ هذا الترخيص الصادر من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، لابد للمقيم أنه يرفقه أساس قارئ التقرير يعرف أنه هذا المقيم مرخص أو غير مرخص. هذه شهادة الزمالة غالبا نحن نرفقها في التقرير أنه هذا المقيم، أنا قلت عن نفسي مثلا أنه مقيم زميل، يعني وكثير اللي حصلوا على درجة الله يوفقهم اللي حصلوا على درجة مزيئة مقيم زميل. فبالتالي يعني لابد أنه تثبت لقارئ التقرير أنك فعلا عندك شهادة الزمالة في التقييم سواء من المملكة، وهذه شهادة الريكس اللي هي من المعهد الملكي للمساحين البريطانيين اللي يسموها الامريكس. هذه في مرفقات التقرير، هذه الصفحة النهائية في التقرير. أنا أتمنى إنه يعني وصلت الرسالة في قضية التقرير، وكان الهدف من هذه المحاضرة هو يعني إيصال المجهود اللي يبذله الزملاء في شركات التقييم، و يعني المعايير اللي احنا نتبعها في قضية التقييم. وبالتالي يعني يدرك طالب التقييم او قارئ التقييم انه فعلا قضية مجهود اصدار التقرير ما هو او رحلة اصدار التقرير ما هي قضية سهلة، خاصة لما يكون العقارات كبيرة وفيها دراسات وفيها تحليل وفيها اجتماعات وفيها سفر وفيها كذا. لذلك هذا يعني ينعكس على قضية إصدار التقرير بالنسبة للمقيم. وبالنسبة لقارئ التقرير كذلك ينبغي يعني التقرير اللي أصدر المقيم كان وفق المعايير، من حق طالب التقرير مقابل يعني الفيز أو أتعاب المقيم اللي أخذها المقيم، من حقه أنه يحصل على تقرير متكامل، تمام؟
ومن حقه أن يكون التقرير وفق المعايير، ومن حقه أنه يحصل على التقرير وفق ما 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 تم الاتفاق عليه مع المقيم. فكان هذه من ضمن الأهداف اللي من ضمن المحاضرة اليوم، أنه واجبات كل طرف، طالب التقييم ومعد التقييم المقيم، والأشياء اللي لابد أنه يراعيها سواء المقيم وطالب التقييم كذلك، يعني الالتزامات على كل جهة من الجهات اللي هي من عناصر التقرير، المقيم وطالب التقرير. أتمنى أني أنا قدمت المفيد، يعني الموضوع يطول شرحه تماماً، يعني في قضية التقرير وقضية يعني مناقشة المقيم في تقريره المقدم، ولكن حاولت أني أنا أختصر المواضيع على قد ما أقدر. أتمنى زي ما ذكرت أني أنا قدمت المفيد، يعني كثير في أسئلة وردت يعني بشكل كبير، يعني أنا قاعد أشوف إذا كان في أسئلة. في واحد يقول وش المعيار 101 إلى 105؟ طبعا هذه من المعايير اللي معايير التقييم اللي درس التقييم يعرفها، اللي هو من نطاق العمل، وبعد كذا البحث والاستقصاء، وبعد كذا التقرير، وبعد كذا أسلوب التقييم، وبعد كذا طريقة التقييم، وأخيرا إصدار التقييم. تمام، هذه الخمس معايير المهمة في عملية التقييم. في الأخ مسفر يقول التكلفة، التكلفة طبعا احنا بنتبع في قضية التكلفة، مثلا إذا كانت إصدار القيمة التأمينية والبيع والشراء للعقارات السكنية، فنحن نتبع أسلوب التكلفة مع أسلوب السوق في تقدير القيمة السوقية للأرض، لأنه العقار مكون يا إخوان من الحضور من ثلاثة أشياء، وهي أشياء مهمة جدا، اللي هي الأرض والمبنى وحزمة الحقوق التي على العقار اللي تمارسها أنت كمالك للعقار. تمام، حزمة الحقوق اللي هي حقك في البيع، حقك في الشراء، حقك في الرهن، حقك في الهبة، حقك في الوقف، حقك في تأجيل الانتفاع بالعقار، بيع المنفعة حقة العقار، أيا كان نوع العقار وأيا كان استخدام العقار. تقييم العقارات التي ليس لديها صكوك، محمد الجعيد. بالنسبة للعقارات اللي ما عليها صكوك، أحيانا يكون عليها ما يثبت أو حجج استحكام أو أشياء معينة، ولكن أنت كمقيم لابد أنك عندك خيارين، يعني أنك ما تقبل التقييم لأنه عدم توفر المستندات الرسمية واللازمة لإصدار العقار، وإذا شفت أنه فيه والله أنه يعني مثلا أنه هذا الشيء بيأثر عليك في التقييم، وخاصة الجهة اللي طالب التقييم، أو ما يتعلق بإصدار التقرير مثلا إرث أو شيء معين، أو يعني يتم الحكم من خلاله لا لأي جهة من الجهات، فبإمكانك الاعتذار، أو بإمكانك أنك تطالب الشخص بأنه شيء يقوم مقام الصك لحين إصدار الصك، خاصة إذا كان في إثبات المعاملة ورفع عليها عقارات الدولة أو إلى آخره. ولكن لابد أنك تذكر التحفظات هذه كلها في التقرير أنت كمقيم. هل في إمكانية لسؤال؟ تفضل يا مجتبى، مجتبى الهادي، إذا كان عندك سؤال تفضل. ما هي أهم حقول التسويات المستخدمة؟ طبعا هذا مقيم اللي سأل. التسويات يعني التسويات احنا معروف عندنا كمقيمين انه يعني ما في شيء اسمه حقول التسوية يعني الثابتة. تمام، في حقول تسوية أساسية اللي هي ظروف السوق وظروف التمويل مثلا. تمام، لكن انا بقيم عقار له مواصفات معينة قد تختلف على عقار ثاني، والعقارات المقارنة اللي انا جبتها لها مواصفات اخرى مفضلة على العقار اللي أنا قاعد أقيمه، فبالتالي ما في ستاندرد أو 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 يعني كليشة محددة أو جدول محدد في قضية التسوية، ترجع للمقيم. هل في مانع نحصل على عرض لهذه المحاضرة؟ أبداً، أنا ما عندي مشكلة، بس من غير تقرير التقييم طبعاً، فاعذروني. يعني أنا عرضت التقرير لكم على أساس أنكم يعني كطالب تقرير تعرف أنت يعني كيف المفروض أنه العقار أو التقييم المفروض أنه يتم. تمام، في ناس رافعين يدهم اللي هو طيب خلينا ناخذ اللي يبغى يتكلم يا شباب أو يبغى يسأل سؤال مباشر، ترى ما في مشكلة. يعني في الأخ علي العمودي،
تفضل أخوي علي. أخ علي تفضل أخوي علي. طيب شكله علي ما هو معانا. في الأخ مسفر، تفضل أخوي مسفر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساك الله خير يا استاذ. هلا حبيبي حياك الله. أنا طالب متخرج من ثانوي، وصراحة مهتم بالتقييم والتقييم، عندي الوالد ما شاء الله عنده مكتب تقييم، لكن أبعرف في طريقة أقدر أطلع لي بطاقة معتمدة؟ إني صراحة سمعت أكثر من واحد يقول فقط الجامعيين، ما أدري إذا أنا لازم أكون جامعي يكون عندي بطاقة جامعية أو أدرس الكورس من الآن. أنت طالب في الجامعة يعني؟ لا أنا متخرج من ثانوي وراح أدخل جامعة، لكن هل في أقدر الآن والله شوف أبدأ في هذه المسيرة ولا؟ أخوي أني مسفر، سمعت أنه لازم يكون فيها شهادة جامعية إنه صاروا. صحيح، أنا ودي أنك تتواصل مع الهيئة بحيث أنك تأخذ الجواب رسمي من الجهة المعنية، تمام؟ أنا أقدر أجاوبك، بس أنا ودي أنك تتصل على الهيئة تتواصل معاهم. أنا متأكد أن الهيئة يعني الإخوان في الهيئة بيعطوك الجواب الكافي والشافي للموضوع، وأكيد حيكون عندك أسئلة كثيرة ممكن تسألهم إياها وتتواصل معهم فيها. وأشكرك على اهتمامك وسؤالك. طيب نرجع للأسئلة. كم العمر الافتراضي المطلوب من المباني عند حساب الإهلاك؟ ما في يعني، شوف العمر الافتراضي اليوم الهيئة صدرت اللي هو الدليل الإرشادي لعملية التقييم، تقييم العقارات، وأعتقد أنك بتجد فيها يعني العمر الافتراضي للمبنى وقضية حساب الإهلاك والأمور هذه كلها، تمام؟ الهيئة مشكورة، يعني اللي راجع موقع الهيئة سواء الإخوان المقيمين أو الإخوان غير المقيمين اللي حضروا معانا اليوم، ادخل على موقع الهيئة بتحصل الكتيبات الإرشادية في أكاديمية التقييم أو الأدلة الإرشادية، وبإمكانك الاطلاع على كل المعلومات اللي أنت تبحث عنها. أنت ذكرت مثال على فندق يتم تقييمه في وضع كورونا والصوت قطع، هل ممكن إعادة المثال؟ يعني قضية هذه، يعني هذا التقييم في حالة عدم اليقين. كيف أصنف شركتي؟ علي العمودي، تصنيف الشركة طبعاً عن طريق الهيئة، بإمكانك إنه في شركة متعاقدة معها الهيئة، بإمكانك إنك تقدم على الشركة وتصنف شركتك. اللي يدخل على موقع الهيئة الآن اللي هي منشآت التقييم يجد إنه في جداول للشركات المصنفة وعلى حسب التصنيف اللي موجود. طبعاً هذه كلها فيها لها شركة متخصصة في قضية التصنيف. أعلى نسبة التسويات ممكن الاستعانة بها محمد؟ ما في شيء اسمه أعلى نسبة أو أقل نسبة، يعتمد على حسب العقار وعلى حسب ظروف السوق، على حسب العقارات المقارنة اللي أنت جبتها، فما في يعني إحنا كمقيمين ما نلتزم إنه بقضية نسبة معينة. ما أعتقد إنه أنا وجهة نظري، قد أكون غلطان، تمام، بس أنا أقول إنه ما في نسبة معينة، يعتمد على وضع العقار وزمن التقييم ويعتمد على العقارات اللي أنت جبتها للمقارنة. مثلا قارنت عقار بسكت عقار بدون صك، ما اعتقد انه هذا يعني اذا كان في نفس الموقع وبيع، بس هل البيع هذا او المقارنه سليمه او غير سليمه، يمكن الاعتماد عليها او لا يمكن الاعتماد عليها، هذا راجع للمقيم. بالنسبه لاستخراج القيمه الايجاريه باثر رجعي، افضل اسلوب وافضل طريقه للتقييم؟ طبعا بيطول المشروع الشرح في قضيه القيمه الايجاريه باثر رجعي، لانك لازم ترجع على وضع السوق وقيمه العقار في كل مرحله، وهل اصلا يعني السؤال اللي اخوي فهد انه هل الارض مملوك او غير مملوك، تفرق ترى في الموضوع في قضيه تحديد القيمه الايجاريه. كيف يمكن الحصول؟ هل يتم ارسال على الايميل؟ ممكن انك ترسل، انا ارسل لكم الايميل. السلام عليكم اخوي، يعطيك العافيه، عندي سؤال، كيف يتم الحصول على رخصه المزاوله للمده المفترضه؟ يعني بالنسبه لاخوي عبد الرحمن، بامكانك بالنسبه للرخصه، طبعا اليوم ما تحصل عليها الا لما تكون حاصل على درجه او اجتزت 3000 ساعه خبره، وعندك اجتزت الى منهج 116
وبالتالي على حسب اللائحة التنفيذية الصادرة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. طيب أنا زي ما ذكرت لكم أتمنى أنه أنا قدمت المفيد إن شاء الله، وإذا كان في أسئلة يشرفني سؤالكم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الأسئلة وعن طريق السؤال بالميكروفون. يقول فيصل الرويلي ما هي الحالات التي لا تخضع للمعايير الدولية في التقرير؟ يعني أحيانا إذا كان شوف إذا كان الخروج عن المعايير مسوغ وقانوني زي عندنا في المملكة العربية السعودية من ضمن الاشتراطات أنه حفظ التقرير لمدة 10 سنوات عند المقيم، هذا ما هو موجود في معايير التقييم، مخالف معايير يعني ما نصت عليه معايير التقييم، ولكنه شيء إلزامي وقانوني بموجب قوانين المملكة العربية السعودية فيعتبر متبع للقوانين ولا تعتبر مخالف للمعايير التقييم، تمام ولا لا؟ بعض الحالات اللي ما تخضع لمعايير التقييم أو معايير التقييم الدولية أنه مثلاً والله أنت ما وقفت العقار، تمام؟ وبالتالي تذكر في التقرير أنه بسبب عدم وقوفك في العقار فأن هذا التقرير لم يتم وفق المعايير المتبعة، تمام؟ وبإمكانك إصدار التقرير بس لابد أنك تذكرها في تقريرك مثلاً، يعني هذا مثال. طيب أعتقد أنه يعني غطينا معظم الموضوع إن شاء الله بشكل يعني جيد، وفي نهاية خلينا نقول المحاضرة هذه أو ورشة العمل يعني في واحد رافع يد علي العمودي أخوي علي، يمكن هذا آخر سؤال نأخذ. تفضل أخوي علي تفضل. معليش والله عندي الصوت شوية في مشكلة سمحني. لا لا خلاص السؤال جاوبت عليه الله يكرمك. طيب جزاك الله خير. علي السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. هلا عليكم السلام. أخوك ماجد العرادي الحاد جميل لكم في التقييم. الله يحفظك. أنا أسأل نفس السؤال اللي سأله الأستاذ علي في تصنيف تصنيف المؤسسات، ايش الطريقه فيه بحكم انك يعني خبير وظن اعتقد ان شركتكم مصنفه؟ لا والله انا شركتي لسه ما صنفت صراحه. طيب وش المعايير اللي تطلب؟ لان حتى الهيئه لما كلمناهم ما اعطونا المعايير. ما لا لا ما في مو الهيئه اللي تصدر لك التصنيف يعني. انا عارف انه مو الهيئه، لكن ما هي المعايير او وين اتجه الى عشان اصنف؟ في شركه معينه هي اللي مسؤوله عن التصنيف، اعتقد شركه سما هي اللي قاعده تصنف الان، تمام ولا لا؟ طبعا قضيه المعايير هو من ضمنها انه حوكمة الشركة مثلا، تمام؟ انه يعني بيجي ويشوفوا الشركة حقتك، بيزوروا المقر ويطلبوا منك القوائم المالية حقتك حقت اخر سنتين او 3 سنوات، اعطينا الحوكمة الشركة اللي موجودة عندك، الهيكل التنظيمي، الوصف الوظيفي لكل الموظفين، فهمتني؟ مدى انتشارك على مستوى المملكة، كم عندك فرع، الموظفين اللي موجودين عندك، المؤهلات اللي موجودة عندك، المؤهلات اللي موجودة عند الموظفين، كل هذه تساعد في عملية تصنيف الشركة، واضح؟ إيه أنا كلمتهم قالوا لي إنه تصنيفهم ائتماني فقط، هل هذا هو التصنيف المطلوب؟ التصنيف طبعاً بيعطيك إنه هم بيدرسوا كل شيء، تمام؟ نتيجة التصنيف كيف تبي تطلع؟ هذه موجودة يعني، هم بيعطوا بيت مثلا، انا ما اعرف ايش يعني المستويات في قضيه التصنيف، ولكن انا اللي فهمته من بعض الزملاء اللي صنفوا انهم فعلا جو شركتهم وشافوا القوائم الماليه وشافوا الحوكمه اللي داخل الشركه وسووا مقابلات مع بعض الموظفين لين وصلوا لقضيه التصنيف. يعطيك العافيه، شكرا، استمتعنا صراحه معك في التقرير، بارك الله فيك، شكرا لك. أخ علي في عندك شيء؟ لا ما في. طيب يعني هل
التقرير حق التقييم إلى نموذج محدد؟ والله كل شركة لها شكل خاص فيها أو ما هي محدد إليها تسوي العناصر الموجودة العشرة هذه؟ ما هو طبعا نشوف محتويات التقرير هو 20 عنصر بس انا اختصرتها بالعشرة هذه اللي موجوده، وانتم كمقيمين عارفين انه التقرير المفروض يحتوي على 20 عنصر، تمام؟ فبالتالي قضيه انا يمكن ذكرتها في البدايه انه قضيه الاخراج وقضيه كيفيه اخراج التقرير والامور هذه كلها هذه راجعه للمقيم. المهم في التقرير بالنسبه للمقيم وبالنسبه لطالب التقرير انه تكون مستوفى المعايير الموجوده وال20 عنصر اللي في قضيه التقرير، كيف أخرجتها، بأي ألوان أخرجتها، الصفحة كانت أفقية ولا رأسية، عدد الألوان اللي استخدمتها، الشعارات اللي أنت استخدمتها، كل هذه راجعة للمقيم. ولكن أنا أنصح دائما من باب المهنية ومن باب الاحترافية في قضية التقييم أنك يعني تقدم تقرير يعني يليق بمستواك أنت كمقيم، تمام؟ لأنك أنت تمثل نفسك كمقيم وتمثل الهيئة كذلك بقضية عملية التقييم. فلما يجيني يعني تقرير ثلاث صفحات ولا أربع صفحات على فندق يعني صعب بصراحة، صعب جدا، أو ما يعني ما وضحها بالشكل الصحيح، أو مدخل كلام على كلام، ما كانت العناوين واضحة، ما في فهرس واضح للتقييم بصراحة. أنا يعني أنا ما أعرف ليش الـ يعني بعض التقارير تصدر بهالطريقة، هل هو يعني بناء على الأتعاب اللي يأخذها المقيم؟ أنا ما أعتقد إنه الأتعاب صح، الأتعاب يعني أنا تحفز المقيم، لكن من باب المهنية ومن باب الـ يعني الـ يعني موافقة المعايير والأشياء اللي أخذناها مع الهيئة، أعتقد أنه يعني كاحتراما للمهنة واحتراما لطالب التقييم وتمثيلا للمقيم كمهني أنه لابد أنه التقرير يصدر بالشكل الصحيح. نعم، شكرا لك. حياك الله. طيب إخوانا الإخوان والأخوات الحضور، يعني مشكركم على الحضور، وأتمنى أني أنا قدمت المفيد ونلتقي. أنا كل ما جيت أختم واحد رفع يد. طيب هذا آخر سؤال الأخ عبد الله. طيب الظاهر أنه مشي. طيب شكرا لكم، نلتقيكم إن شاء الله على خير وفي أمان الله. شكرا للجميع، شكرا لحضوركم ولحسن استماعكم. تحياتي.